مساء، أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1658 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 في الساعات الأربع وعشرين الماضية، فيما سجلت 9 حالات وفاة. كما أعلنت الوزارة تسجيل 1386 حالة شفاء جديدة من المرض. وتدعو الوزارة أو وزارة الصحة الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لكورونا التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة من خلال المسح على الكود الظاهر على الشاشة.